اهلا بيكم في حلقه جديده من فطارك عندنا. احنا عايزين نفطر فطار حلو في رمضان وفي نفس الوقت نخس ونبقى لسه محافظين على جسمنا. بنعمل كده ازاي؟ انا مش متخصصه عشان اقول لكم الموضوع ده بصراحه، فمنوراني في الاستوديو ندى فحام. ازيك يا ندى؟ اهلا بيكي يا منى. ايه؟ انا الحمد لله تمام. ندى بيرسونال ترينر شاطره جدا جدا جدا، ضربت في الجيم قبل كده وبتدي اونلاين كورسز، ويعني بصي انت مدلعه بنات، بنخليهم ياكلوا ويخسوا. صح صح، الموضوع صعب، هي معادله صعبه قوي ان هم يعملوه في رمضان. بالظبط، بس احنا هنعرف منك كل حاجه. كل حاجه ماشي بالتفصيل والله. ماشي اوكي. طيب دلوقتي ندى هي اللي قال لنا هنعمل فطار ايه بالظبط، فانا هقول لكم الوصفه بتاعتنا والمقادير، وهي اللي بقى تبدا تشرح لنا طب ليه عملنا ده، طب ليه، طب هنخس ازاي واحنا بنفطر الفطار ده. يلا بينا. اول حاجه معانا رز، هنعمل رز مبهر بالبسله والجزر، يعني باقل حاجه اقل فات. هنعمل الاكل كله بزيت زيتون يا ندى؟ صح، بزيت زيتون او ممكن كمان سمنه طبيعي، او سمنه طبيعيه بس مش حاجه مهدرجه او الحاجه الصناعيه. ماشي، يبقى رز مبهر بالبسله والجزر وزيت الزيتون او زبده طبيعيه او سمنه طبيعيه. ماشي، معانا طبعا كل البهارات، معانا 7 بهارات والملح والفلفل، معانا البصل والليمون وخل وكل حاجه. ماشي، طيب معانا كمان الخل ده للسلطه اللي انا داخله عليها دلوقتي اقول لكم هي ايه. سلطه البطاطس اللي بالذره الحلوه والمايونيز اللايت. طبعا يعني انا اصريت عليها ان انا احط مايونيز، قالت لي ماشي مايونيز لايت، بس برضو المايونيز اللايت مش احسن حاجه قوي. صح بالظبط. ماشي، واي حاجه صوص عموما بتخليكي تاكلي اكتر. اوكي، بتبقى طعمها احلى بصراحه. بالظبط. ماشي، يبقى معانا مايونيز لايت ومعانا كمان زبادي علشان الدريسنج كده يبقى طعمه لذيذ. ومعانا كمان في وصفه الرز المباهر معانا اللحمه، لحمه كده هنديها تشويحه حلوه ونسلقها سلقه حلوه قوي، تبقى كباب حله بس كباب حله صحيه ان شاء الله. فان شاء الله كده افطار يبقى لذيذ وحلو عليكم والدردشه كده تبقى لذيذه. ماشي، معانا كمان سلطه البطاطس، سلطه حلوه قوي لذيذه قوي طعمها حلو قوي، بطاطس وذره حلوه ومايونيز لايت وزبادي، وزبادي يوناني عشان زبادي يوناني افضل بكتير من الزبادي العادي، بس لو في زبادي عادي لايت نقدر نعمله عادي. صح، مفيش مشكله. ماشي اوكي. طبعا معانا البصل اكيد، كده كل حاجه معانا جاهزه. يلا بينا بقى نبدا ونرغي مع ندى شويه، هتقول لنا بقى نخس ازاي، نعمل ايه في رمضان، الكلام ده كله. اولا انت عامله ايه في رمضان والصيام؟ نعمل ايه في رمضان والصيام؟ انت الاول عامله ايه؟ عامله ايه؟ لا الحمد لله تمام. الصيام بالنسبه لك تمام؟ هو اول اسبوع بيبقى صعب شويه على معظم الناس عشان في حاجات بنقطعها زي الكافيين، قله شرب الميه والكلام ده كله، بس بعد اول اسبوع ما بيعدي كل حاجه بتبقى تمام. اوكي طيب ماشي، حلو قوي. نعمل ايه عشان نخس؟ نخس في العموم ولا في رمضان؟ لا في رمضان. في رمضان. بص، هو اهم حاجه في رمضان عشان نستغله صح جدا، احنا لازم نعرف احنا هنكسر صيامنا على ايه. اوكي، لو كسرنا صيامنا على حاجه غلط خلاص كده انت هيحصل لك ان الدهون كلها هتتجمع في حته واحده. فبنكسر صيامنا على شوربه اللي هي بتاعه الفراخ او اللحمه او أوكي. شوربه عظم. عظم؟ عارفاها؟ لا. اوكي، بس انا سمعت ان هي مفيده قوي. مفيده جدا جدا. طب قولي لنا بقى. شوربه العظم ديت انت المفروض بتجيبي عظم فراخ او لحمه وبتحطيهم في 3 لتر ميه مثلا. اوكي، وبتحطي عليها البهارات بتاعتك، البصل، الثوم، الحاجات دي كلها. وبتسيبيهم على النار من 12 ساعه، وفي ناس بتسيبها 20 ساعه كمان. ايه ده ايه ده، ده فتره طويله. علشان ممكن نحط عليها خل تفاح عشان بيطلع لنا كل السوائل او المعادن اللي جواها، فتبقى الشوربه اللي هي مليانه كل حاجه احنا عاوزينها. اوكي، فبيبقى فيها كولاجين وده بيحافظ على ان هو بيغلف لنا المعده بتاعتنا. ماشي، فاول ما بنفطر بيها المعده اتغلفت، فبتاكلي اللي انت عاوزاه من غير ما تحسي بقى بالتهابات اللي هي بتحصل دايما واحنا اول ما بناكل. طبعا والتخمه اللي بتيجي واللي هو انا مش قادره اتنفس وانا تقلت ولا ايه. تقلت ولا ايه ده، انا بقعد من المغرب للعشاء باكل. هي للاسف هي بتبقى كده. صح، كسر الصيام هو فعلا اهم حاجه في الصيام كله. اوكي، لان في رمضان احنا بنصوم فتره طويله جدا، حاجه اسمها دراي فاست، ده بيبقى صيام جاف. اوكي، اللي هو قطع كل السوائل، الكافيين، الشاي، الحاجات دي كلها. لما بتقطعيهم جسمك بيتخلص من كل السموم، هو يعتبر زي الديتوكس ويمكن احسن مليون مره. اوكي، واحلى كمان من الصيام المتقطع. ده انا الصيام المتقطع اصلا بسمع عن فوائده وطبعا جربته كتير. ما بالك بقى الصيام اللي هو صيام رمضان بقى. بالظبط، بما ان كده كده هنصوم وان كده كده هنتعب في اول اسبوع، فنستغل ده في ان احنا كمان نظبط اكلنا فيه.
ماشي. لان معظم الناس لو عملتي سيرفي كده الناس اللي بتخس في رمضان اكتر بكتير من الاشهر التانية العادية. اوكي استغلوا يا جماعه الفتره ديت بجد بجد من احلى الفترات اللي ممكن تعملوها في خلال السنه كلها. طب يا رب يعني انا هسمع كلامك وهنشوف. والله هتنبسطي جدا. طب الاول قولي لي عشان ابقى ماشيه مع الخطوات صح. انا دلوقتي حطيت في حله شويه زيت زيتون، احط البصل ولا اللحمه ولا الاثنين مع بعض عادي؟ احنا هنحط زيت الزيتون وهنشوح البصل بسيط جدا يكرم اللي هو ياخد لون بس، بعد كده نحط اللحمه تاخد صدمه عليه. طيب ماشي. طب قولي لي بقى يا ندى انت اصلا خريجه ايه؟ انا اداب اعلام بتاعه عين شمس. يعني انت مش بتشتغلي بشهادتك خالص؟ اوكي زي مصر كلها تقريبا. زي مصر كلها فعلا. طيب اشمعنى بقى ليه ما اشتغلتيش بشهادتك وليه اتجهتي لحته تانية خالص؟ بصي هو انا كنت 42 كيلو تقريبا. اوكي. عندي نحافه زي ما بيقولوا. كنت ايام الجامعه احاول اروح جيم هنا وجيم هنا، ما كانش ظابط معايا. كانوا دايما يقولوا لي كلي وكلي اللي هو عارفه انت المفتقه والحاجات اللي هي بتتخن دي. بتتخن اوفر. مفيش الكلام ده خالص، ما فيش اي حاجه جابت معايا. كنت بتاكليها مش بتتخني خالص؟ اوكي. لحد ما دخلت الجيم وفهمت ان لا ممكن اجيب نتيجه بيه، بس عايزه افهم اكتر عنه، فاخدت كورسز. اخر كورس خدته كان اللي هو بتاع الاي اس اس اي ده انترناشونال، ففهمني اكتر حاجه عن جسمي او الاجسام عموما كلها عشان اقدر ابقى بيرسونال ترينر. اوكي. فده اللي ظبط معايا، خلاني من 42 كيلو لحد 53 او 51 كيلو. انا مبسوطه جدا، الماسلز بتاعتي فعلا فرقت في شكل جسمي. غيرت ناس كتير قوي، فحسيت ان لا انا مبسوطه يا جماعه باللي انا بعمله. ايوه طبعا. الشغل ده بتغيري حياه الناس للاحسن. ف لا حلو، حاسه انك بتعملي حاجه مفيده. بعمل حاجه مفيده جدا كمان. تخيلي للبني ادم ايا كان بقى مشكلته، اللي هو مش بس عايز يخس او عايز يتخن، لا ده لو حد عنده اصابه، لو حد عنده هارت اتاك، حصل له هارت اتاك قبل كده وعنده مشاكل في القلب، حد اصلا كره الجيم، وازاي ان انا اخليه يحب الجيم؟ فده كان بالنسبه لي انجاز كبير قوي. انا من الناس اللي بتكره الجيم بصراحه، يعني بحس ان الموضوع ثقيل عليا، بالذات كمان في رمضان صعب قوي الجيم. هو أوي. اي حاجه بالتعود بتظبط. اوكي. زي ما بتتعودي ان انت هتصومي النهارده او هتفطري الساعه كذا وهتتسحري الساعه كذا، ده انت مش متعوده عليه بقيه الاشهر اللي فاتت. فنفس القصه لو دخلتي في روتين يومك الجيم هتلاقي نفسك لا اخدت على الموضوع، اخدت عليه. اول اسبوع يعدي هتلاقي خلاص انت ادكتد لحاجه زي كده، انا عايزه اروح الجيم، انا مبسوطه بشكل جسمي كده، صحتي بقت احسن، مش حاسه اني عايزه انام بعد ما باكل على طول. اوكي. الحاجات دي هتفرق قوي قوي. طيب سؤالي ليكي بقى، بما ان انت اصلا بتقدمي سيشنز اونلاين صح؟ طيب فكده انت سهلتي برضه على الناس اكتر في رمضان، ان انا واحده مثلا عندي شغلي، عندي ابني، عندي حياتي، فانا مش هلحق في رمضان والوقت قصير قوي ان انا اروح الجيم، اعمل ايه؟ حقيقة. ممكن في البيت. سهله في البيت ان احنا سهله جدا والله، هي الفكره بس نفهم طبيعه جسمنا احنا محتاجين ايه. أوكي. احنا محتاجين نشغل الحرق بشكل عام. الحرق ده بيجي من المجهود، الحركه عموما. اوكي. وطبعا اكلك لازم يبقى هيلثي. لازم 100%. هقول لك بالتفصيل دلوقتي. في رمضان بنعمل حاجه اسمها اللي هي الكارب سايكل. الكارب سايكل ديت عشان المغريات بتاعه العزومات اللي احنا بنبقى عندها كل يوم. ارجوكي يا ندى قولي لي. هقول لك بالتفصيل. الكارب سايكل ديت انا النهارده عندي عزومه يوم الجمعه. ماشي. تمام؟ فانا قبلها بيوم هقلل الكارب بتاعتي. يوم الجمعه هاكل الكارب اللي هتبقى موجوده في العزومه. اكيد اي عزومه بيبقى فيها بروتين. براحتي؟ مش براحتك قوي. انا عارفه دي كويس، مش براحتك قوي. ماشي. اي عزومه هيبقى فيها بروتين مثلا، فهنكتر طبعا بروتين وهنكتر السلطه وهنكتر الكلام ده، وهناخد الحصه بتاعتنا من الكربوهيدرات في اليوم ده، اللي هي اعلى نسبه كارب وفات هتاخديها في اليوم ده. ماشي. تاني يوم هتقللي نسبه الكارب اللي انت هتاخديها، تالت يوم هتمنعيها خالص. اوكي. اوكي. بعد كده هيجي عزومه ثالثه وهكذا، بتفضلي تقللي في الكارب وتعلي رايح جاي. الموضوع ده بيفرق جدا في نسبه في المعدل الحرق بتاعك. اوكي. هتلاقي نفسك بتحرقي اكتر وما بوظتيش. عايزين نكسر حته ان هو انا عكيت خلاص وخلاص بوظت، خلاص ما هي كده كده هكمل بعد طول الشهر كده. لا خالص خالص، بالعكس انا عكيت النهارده، لا انا مش هعك بكره. اوكي. مش هعك بعده. ايوه. انا همسك نفسي لحد يوم العزومه. زي يوم الفري كده بالظبط لما كنا بنعمله، بس نستغله اكتر في ان احنا صايمين اصلا. فده هيساعدنا ان احنا مخلصه جسمك من كل حاجه، من كل السموم اللي فيه،
فالناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي عندها كبد الكبد الدهني، الحاجات دي كلها اكتر ناس بجد هتستفيد من الصيام، وخصوصا لو كسرت الصيام صح زي ما قلت لك. اهم حاجه نبعد عن العصاير. ايوه الخروب بقى والتمر هندي، التمر هندي والصوبيا والحاجات دي، نبعد عن العصاير اللي فيها سكريات قدر الامكان. يعني حاولي لو هتشربي عصير ممكن كركديه مثلا بس بسكر ستيفيا، اوكي ليمون بسكر ستيفيا. الشوربه طبعا افيد بكتير واحسن بكتير عشان هتغلف لنا الامعاء والمعده بتاعتنا. في حاجه مهمه قوي يعني ان لازم الناس تعرفها، نبعد عن ايه اصلا في كسر الصيام. اي حاجه بتجمع بين الدهون والكارب، عارفه؟ لا حبيبتنا كلنا ايه بقى؟ السموسه. يعني بصي ما ينفعش تفطر في رمضان، ما ينفعش تبقى من غيرها. ممكن في الاير فراير بس بيبقى، عارفه انا بحبها في الاير فراير بس حلاوتها في الزيت بتبقى طعمها حلو قوي. ما هي دي مشكلتنا، وهي لو هناكلها مره مثلا في خلال الشهر مش كل يوم مفيش مشكله، لكن في الطبيعي انت كده عارفه بتعملي ايه في جسمك. بتعلي الانسولين فوق في السمك، وبتعلي كمان حاجه اسمها الاس بي تي، فالاثنين دول بيعملوا يخزنوا الدهون على طول، بيروحوا ناحيه اكتر مكان عندك فيه فات فيبداوا ان هو يخزنوا الدهون ناحيه بقى البطن والجناب والحاجات دي كلها. عشان كده في ناس كتير قوي في رمضان بتتخن بسبب ان هما بيفطروا غلط. اوكي فهنحاول ان احنا ما نفطرش غلط بقدر الامكان بصراحه، عشان يعني والله يعني حاجه كسر الصيام. والله اوعدك ان انا هحاول. حاولي. اوعدك عشان خاطري. حاضر. طب دلوقتي عشان ابقى ماشيه مع الحساب الصح، انت قلتي لي ان انا هشوح البصل كويس قوي، بعد كده ياخد لون، وبعد كده احط عليه اللحمه تتشوح كويس. اوكي انا عملت كده وشوحتها كويس قوي وخدت لون لذيذ. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ اوكي هنبدا نحط عليها الميه. اوكي احنا الاول هتتسلق. تتسلق عادي بقى؟ تتسلق عادي. طيب انا قلت ابدا بيها برضو علشان ايه تتسلق وتبقى على جنب، واحنا بقى نقعد نعمل الرز براحتنا والسلطه براحتنا. ماشي. طيب قولي لي بقى ايه اكتر الاشاعات اللي اتقالت غلط على الاكل؟ يعني ايه اللي بتسمعيه من الناس؟ وطبعا السوشيال ميديا دلوقتي بتروج اشاعات على الفاضي والمليان كده كل حاجه، فايه الحاجات اللي بتسمعيها من الناس تقول لهم لا طبعا ده غلط لازم تمنعوه، او لا طبعا لازم تظبطوا اكلكم في كذا؟ الناس اللي هي بتقول مفيش مشكله ناكل حاجات حلوه على مدار اليوم بس حاجه صغيره كل يوم. الناس دي هم انا، مش ناس. فهي ممكن يبقى الدارك شوكليت جابتها مثلا، او قصدي شوكليت جابتها فخدت منها فص صغير الصبح، وبعد كده فص صغير بعد الاكل، وبعد كده بعد الفطار، وبعد كده مش عارفه بعد ايه. بتتكلمي عن دارك شوكليت؟ لا الشوكليت العاديه. اوكي شوكليت عاديه. فتخيلي كده عماله تاكليها لحد ما خلصتي البار كله، فانت ما عملتيش حاجه. ايوه صح. هي خالص. ارجوكم مشكله ان الواحد بيبقى جعان قوي وعايز ياكل كل حاجه وعايز يشرب كل حاجه، فاللي هو انت بتسمعي صوت الاذان بتقومي بصي تنهاري بقى. ما هي الفكره كلها ان احنا نحاول نبطئ البروسيس ديت. بطئي على قد ما تقدري، اشربي بق ميه، كلي تمر او ثلاث تمرات. التمر فيه سكريات وهتعلي الانسولين بس هتعليه بنسبه كويسه لان هو السكريات اللي فيه قليله. اهم حاجه تبقى ميه او تمر. وتمر. طب والتمر اللي باللبن؟ لا الالبان والاجبان والبقوليات والحاجات دي كلها مش حلوه خالص ان احنا نكسر صيامنا بيها، بالذات على معده فاضيه. اوكي هيحصل التهابات في المعده. ماشي. فبليز نبعد خالص عن اي منتجات البان. طيب انا هقول لك على حاجه انا كنت دايما بوهم نفسي بيها عشان اكل اللي انا عايزاه. ماشي. وعايز اسالك عليها وانا عارفه الاجابه ايه، بس انا قلت هسالك برضه. هي ان انا مثلا بقول انا عندي متخصص لي مثلا 1300 سعر حراري في اليوم. ماشي. انا بقى حره، انا عايزه اكلهم في وجبه حاجه من بره، فرايد تشيكن مثلا، ما انا باكل السعرات الحراريه المكتوبه لي، ليه بقى غلط؟ اوكي زي ما قلت لك، كنت بقول لك دلوقتي الكارب والدهون بتعمل ايه؟ هي الفكره في الانزيمات والحاجات اللي بتتفرز في الجسم، مسؤوله بقى ان هي تحرق ولا مسؤوله ان هي تتخن او تخزن دهون. اوكي. فانت اللي بيحصل في الفرايد والحاجات دي كلها، الدقيق طبعا الابيض اللي بيبقى موجود فيها ده كارثه على الجسم بشكل عام.
ماشي. اللي بيحصل فيها ان هو الكوليسترول بيعلى معاكي، الدهون اللي هي الثلاثيه الموجوده في الزيت والحاجات دي كلها، وكمان الانسولين بيعلى فبيخزن لك الدهون. هي ده هو ده الفرق بين ان انك تاكلي هيلثي وانك تاكلي حاجه غلط. اوكي فهمتيني؟ يعني في ناس تقول لك انا الاكل مش هيعرف ان احنا بالليل، انا هنتخن ازاي؟ حساسيه الانسولين، حاجه اسمها حساسيه الانسولين. الانسولين بتاعنا بيبقى اكتر اعلى حساسيه فيه من فتره الظهر لحد الساعه، يعني لحد اخر الظهر مثلا. اوكي. كل ما الدنيا بتتاخر اكتر او الدنيا بتليل اكتر، كل ما حساسيه بتنزل اكتر، فطبيعي الحرق بيقل، فطبيعي تخزين الدهون بيقل، وانت اوريدي حركتك خلاص بتقل. بالظبط. اوكي. مشكله انت اقنعتيني، يعني شويه مش لاقي حاجه اقولها شويه. طب بصي خليني اتابع معاكي انا بعمل ايه. انا دلوقتي شوحت بصله مفرومه على النار. ينفع اقوم اشوف؟ صح. ايه ينفع اقوم اتفرج؟ يلا تعالي. اوكي. بصي يا ستي انا بعمل بصله اهو مفرومه. انت بقى ممكن تساعديني وتديني البسله والجزر والبهارات اللي عندك. في هنا سبع بهارات عندك. سبع بهارات. البهارات تمام في الاكل ما فيهاش مشكله. البهارات كويسه ما فيهاش مشكله. هي ماشي. البابريكا بس الكالوريز بتاعتها طلعت عاليه شويتين ثلاثه. البابريكا بجد؟ والله اول مره اعرف المعلومه. انا برضو كنت اول مره اعرف. ايه ده؟ ليه بتصعب الدنيا علينا ليه؟ البابريكا طلعت فعلا الكالوريز بتاعتها عاليه. طيب بصي انا هاخد نص الكميه بس. انت هتعملي كده الرز صح؟ كده بعمل الرز المبهر. الرز المبهر البسمتي. و انا كده هحط بقيه الخضار ده في السلطه بقى. بحب اقول السلطه اللي مليانه بقى بطاطس وحاجات كده. غلط ولا ايه؟ هي البطاطس وده رز فالاثنين كارب. ماشي. فاحنا المفروض ان احنا بنقلل الكارب شويتين ثلاثه كده في الفطار. اوكي. فنحاول نبقى حاجه منهم او ناخد كميات قليله منهم. ماشي. اوكي. وحته الصوصات زي ما كنت بقول لك، الصوصات عموما لما بتتحط على الاكل دايما بناكل اكتر. فانت مثلا لو مش من الناس المحبيه اللي هي بتحبي الصدور او كده، ممكن نحط عليها الصوص عشان تقدري تاكلي منها اكتر. أيوة. لكن ما تحطهاش على البطاطس مثلا فهناكل منها اكتر، او الرز فهناكل منها اكتر. صح. فنحاول بقدر الامكان نعمل كده. يعني العيش نحاول نقلله خالص بجد. العيش اكتر ولا الرز؟ يعني ايه اكتر حاجه فيهم غلط، الرز ولا العيش ولا المكرونه ولا البطاطس؟ العيش والمكرونه. المكرونه بتبقى هي حاجه، اي حاجه مصنعه بتبقى مش كويس. اوكي. الرز حلو جدا. البسمتي طبعا من افضل الحاجات اللي ممكن تاكليها في الدايت. لو ما فيش بسمتي ممكن نحط الرز من قاع ونطلع النشا منه وبعد كده دي حركه بتفرق. حركه بتفرق جدا. اوكي. النشا اصلا لما بيطلع من الرز بجد الرز بيبقى هيلثي اكتر. ماشي. دي معلومات كويسه قوي. طيب قولي لي بقى ايه بالنسبه لي، انت لو عندك كلاينت يعني واحده حامل او واحده بترضع، خلينا بترضع يعني بترضع اكتر ممكن تقدر تصوم، الحوامل مش دايما بيعرفوا يصوم. بتقول لها تفطر ايه وتعمل ايه في يومها عشان ما تفرهطش وما تهمتش مع الرضاعه؟ طبعا مع الرضاعه اصلا ايه اهم حاجه تاخد الفيتامينز بتاعتها كويس قوي وما تهملش فيها. الاكل حاول بقدر الامكان فطرتنا مثلا الساعه 7 8 نبدا ان احنا ندخل وجبه بعديها بساعتين. اوكي. علشان ده يحفزها اكتر ان اللبن يبقى موجود بكميه كويسه. ماشي. السوائل على قد ما تقدر. السوائل بجد على قد ما تقدر. ميه كتير. في ناس كتير بتشتكي ان الميه بتبقى قليله في فتره الصيام. وبعد كده لما بيجوا يفطروا بيكسلوا يشربوا اصلا، بينسوا الميه. اللي هو وانس ان هم خلاص فطرنا فاحنا تمام كده. لا. فهنقسمها على مدار اليوم على قد ما نقدر. زي انا فطرت هشرب كوبايه ميه. اوكي. بعد الفطار هشرب كوبايه ميه. قاعد بذاكر، قاعد بعمل اي حاجه، بتغسلي مواعين، مش عارفه بتعملي ايه، بتشربي كوبايه. وهكذا. قبل الجيم كوبايه ميه، بعد الجيم كوبايه ميه، قبل السحور. أوكي. وبعد السحور. فاحنا كده خلصنا 3 لتر اللي احنا محتاجينهم في اليوم. مش اللي هو انا قبل السحور على طول او شاربه شاربه 3 لتر ميه واصلا الميه دي كلها جسمنا مش بيستفاد بيها. بالظبط. اوكي. فنحاول نعمل هايدريشن كفايه علشان ما يحصلش اللي هو الجفاف بتاع البشره. دايما الناس كلها بتشتكي من الموضوع ده. أوكي. بشرتها كلها بتبقى جافه جدا وشحبه، واللي هو ايه ده مالك انت صايمه ولا ايه؟ ايوه ايوه بيبان قوي علينا احنا صايمين. دي حقيقه. طيب الكلام حلو قوي بس احنا دلوقتي هنطلع فاصل يا ندى.
ونرجع نكون حطينا الميه على الرز، نسيبه يستوي مع نفسه كده، ونشوف بقى اللحمه ايه نظامها ونعمل السلطه. ماشي تمام، فهنطلع فاصل ونرجع لكم تاني، ما تروحوش في اي مكان. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وريحه اللحمه والرز حلوه قوي جدا بجد، ريحتها فظيعه. طيب انا عايزه اقول لكم كده، احنا واحنا في الفاصل عملت ايه بالظبط عشان تبقوا متابعين معايا كل حاجه. حله الرز انا حطيت لها هي زيت الزيتون، وعليها الخضار اللي هو الجزر والبسله، وقلبتهم مع بعض كويس، حطيت 7 بهارات والملح والفلفل، حطيت الرز يتقلبوا كده كذا تقليبه مع بعض، يتشوحوا تشويحه لذيذه، والبصل، وبس كده حطيت ميه، ودلوقتي هقفل عليها بقى الغطا واسيبه يستوي مع نفسه خالص زيه زي اللحم. ماشي طيب، انت دلوقتي بقى تعملنا ايه؟ ندى سلطه. ماشي، هنعمل بطاطس والخضار والذره الحلوه ومعاها مايونيز لايت. اوكي مايونيز. وبعد كده سلطه اسمه ايه ده، الزبادي اللي هو اليوناني. تمام ماشي. اوكي، اول حاجه هنحط البطاطس. ماشي، انت وانت بقى بتحطي انا ممكن كده ايه قاعده اسالك شويه اسئله. اوكي، الناس تبقى عايزه تعرفها يعني. موافقة. قولي مثلا ايه احسن حد عملتي معاه نتيجه؟ عملتي ايه يعني، ساعدتي ازاي ان هو يوصل للنتيجه اللي هو عايزها؟ بصي، هو احسن كيس بالنسبه لي اكتر مش الناس اللي هي خست او اللي هي تخنت، يعني الحمد لله الناس دي كتير وبعرف ان انا اتعامل معاهم كويس قوي. اوكي، اكتر كيسز بتبقى الاصعب والتشالنجينج جدا بالنسبه لي الناس اللي عندها مشاكل اصلا، في سواء عندها مشاكل في ظهرها، الناس ما كانتش عارفه تنام بسبب الغضروف، او المشاكل في الركبه، او الكلام ده كله. اوكي، اكتر كيس بقى كان حد حصل له هارت اتاك في الجيم قبل كده. اوكي، ودي كانت كارثه بالنسبه لها، ان هي اتلحقت بصعوبه جدا، وكانت خايفه تنزل من الجيم، عندها بانيك اتاك اصلا من الجيم لان حصل لها هارت اتاك بسببه. اوكي، ان هي ضغطت على عضله القلب جدا، دخلت كذا حاجه ورا بعض، فخلت ان الاستجابه بتاعه الدم بتاعتها مش قادره توصل للمخ كفايه، ولا ان القلب يضغط كفايه. اوكي، فاللي حصل ان هي نزلت الجيم، والحمد لله ان هي ان انا قابلتها وان هي قابلتني، واتمرنتها حوالي 6 شهور، وبعد ال6 شهور دول حصل راحت للدكتور عشان تتابع معاه، وقال لها ان هي خفت تماما من حاجه اسمها ميترال فالف برولابس، ده كان مرض في القلب عندها، وكانت خايفه بسببه ان هي تعيش تاخد ادويه طول الوقت، وان هي تعمل اي مجهود او حركه زياده. أوكي، كان السيشن بتبقى عباره عن ان هو بنقيس الهارت ريت كل 3 ثواني. طبعا عايزين نعرف الهارت ريت واصل معاها لحد فين، فانا بحب الحاجات اللي تشالنجينج بالنسبه لي اكتر. الموضوع صعب قوي يعني، اصلا هي تشالنج بالنسبه لي فعلا. بالظبط، مش اللي هو مجرد حد عايز يخس ويتخن وخلاص. بالظبط كده، لكن اللي بيخس ويتخن يعني الحمد لله كان في ناس كيسز معايا كتير، كان في واحد اوفر ويتد 180 كيلو. اوكي، زياده عن وزنه. أوكي، 180 كيلو، ووصل لحد تقريبا 160. اوكي، ده لسه ستيل معايا، ده كده في 3 شهر او ربع شهر. اوكي ما شاء الله، فلا دي حاجه حلوه جدا، وفي رمضان احنا عاملين تشالنجينج كبير جدا ان هو يوصل لحاجه هو مبسوط بيها وما وصلهاش قبل كده. اوكي، طب يعني برافو عليكي والله، انا مبسوطه والله بالنتائج قوي. الناس طبعاً اصلا ان عندها اراده هي اكتر ناس بتكمل، واكتر ناس ان بتوصل للي هي عاوزاه، مش ان هو انا خلاص اشتركت في الجيم انا عايز بقى نتيجه. أيوة، هو مش اشتراكك بس في الجيم، هو شويه مجهود منك اكتر، حته ان لازم يبقى في خطه، في بلان. طبعا انا هعمل 1 2 3، انا النهارده هاكل كذا، انا هضغط على نفسي، اي حاجه في انك تضغطي على نفسك بشويه وبتتعودي، جسمك بيتاقلم يعني. هي اراده فعلا زي ما انت بتقولي يعني. لو انت ده زيت زيتون ده؟ لا ده ليمون. ده عصير ليمون، هنحط ليمون بس ايه نقطتين بس كده عشان الحموضه. ماشي، تحط نقطة مش قوي يعني.
وده خل التفاح. خل التفاح عموما حلو، في ناس بتشربه مع يعني بنحط معلقه خل تفاح على لتر ميه، وممكن معاها ملح اللي هو البحر او هيمالايا، ده بيعوضك عن المعادن والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي انت نقص منك طول فتره الصيام. اوكي، فممكن تشربيها. في ناس بتحب تقدر تشربها وفي ناس لا. لو مش قادرين ممكن نحط على السلطه برده معلقه صغيره، طعمه ما يبقاش باين قوي. لا خالص. اوكي، وبيدي طعم حلو اصلا. بس يا ستي طيب يا منونه يا منونه شكلها حلو. يا منونه هي شكلها حلو قوي بصراحه، فتحت نفسي بجد، واحنا لسه يعني المغرب فاضل له حبه حلوين. عامل ايه انا دلوقتي بقى؟ مش عارف. يلا بينا. طيب قولي لي بقى، انا دلوقتي عايزه اتمرن في الجيم او في البيت عادي، اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ الجدل بتاع كل سنه. الجدل بتاع كل يعني ده حاجه احنا محتاجين نعرفها كويس قوي. اوكي، هنتمرن بعد الفطار. أوكي. على الاقل من ساعتين لثلاثه. ماشي، بس أوكي. يعني ساعتين ده انا هبقى عطشانه قوي ولا عادي؟ لا بعد الفطار. بعد الفطار. اوكي ماشي. يعني احنا خلصنا الفطار بتاعنا وبدانا بالبروتين والسلطه وطبعا الشوربه اول حاجه، ولو مفيش شوربه ممكن تمر وبلح. اوكي، اسمه ايه ده؟ سوري. تمر ولبن وميه. قلنا اللبن لا. قلنا اللبن لا. ايوه صح بالظبط. بعديها بساعتين ثلاثه نبدا ان احنا ننزل الجيم. ماشي، هننزل الجيم نتمرن في التمرينه بتاعتنا، سواء بقى 40 دقيقه 45 دقيقه لحد 60 دقيقه مفيش مشكله. ماشي تمام. التمرين بيبقى عباره عن الشده بتاعتك بتبقى متوسطه لعاليه، اللي هو لو انت متعوده على الشده العاليه مفيش مشكله تبداي بده، بس لو مش متعوده طبعا بالراحه. لو حاسه ان انت اصلا تعبانه ومرهقه ومش واكله كويس، او انت مش بنفس الكفاءه بتاعتك اللي هو من قبل رمضان، ممكن اول اسبوع نبقى الشده بتاعتنا متوسطه شويه. اوكي، هتفرق قوي معايا. اوكي، بس اهم حاجه ما نتعبش. يعني اول ما تروحي تلاقي نفسك قدمي الطبق بتاعك. أيوة. لو سمحتي. هتلاقي رجلك بتترعش شويه، اعصابك سايبه شويه، متعوده لسه. بالظبط. ناخد الفيتامين كويس، بس اهم حاجه الفيتامينز والمعادن اللي احنا محتاجينها. أوكي. ناخدها علشان ما يحصلش بس الرعشه اللي بتبقى موجوده، واهم حاجه ما نوقفش. هنتعب اول يومين ثلاثه، بس بعد كده هتبقى زي الفل. انا بصراحه بالنسبه لي انا كمان يعني علشان البيبي وشغلي والحاجات دي، فحاسه ان انا بالنسبه لي الجيم بيبقى صعب قوي في رمضان. حاسه ان الاسهل 100 مره هو الرياضه في البيت. هي رياضه في البيت حلوه بجد. بصي، انت ممكن تعملي كل حاجه، لو في تريدميل مثلا ممكن نمشي عليها قبل الفطار بنص ساعه، نمشي نص ساعه. مفيش تريدميل ممكن نمشي في تراك، لو في اي حاجه نادي جنبنا او في الشارع او في اي مكان، او ان شاء الله في البيت. اوكي، اتمشي شويه. خلصنا التمشيه سخنا جسمنا كويس، نبدا نلعب التمارين. احنا ممكن واحنا اصلا بنطبخ وبنعمل الاكل حاجات بسيطه زي ان احنا نحرك رجلينا كده على جنب. ماشي. على ورا. أوكي. الحاجات زي تمرين السكوات اللي احنا بنعملها. ماشي. تمرينه للظهر عشان الوقفه. بصي انا خلاص كتافي من هنا خلاص، يعني محتاجه طول الوقت ابقى بعمل اي حاجه تحرك العضلات شويه. بصي اهم حاجه، شايفه دي كده؟ ده ستريتش لمنطقه الرقبه من هنا. اوكي، دي مهمه جدا تعمليها لو انت واقفه بتطبخي او بعد ما بتخلصي طبخ او الكلام ده. نبدا نعمل ستريتش كده 30 ثانيه هنا والناحيه الثانيه 30 ثانيه هنا. ماشي. تبصي لقدام وتبصي على كتفك، مش ورا. مش قوي كده. تمام، ونحركها كده اهوت. دي كده ستريتشز. عايزين بقى نقوي العضلات اللي حوالين الرقبه، بنبقى ثابتين وبنزق اتجاه ايدينا. اوكي كده، وبتزقي كده برده لقدام ولورا. بتكلم بجد. كل حاجه برده 30 ثانيه. ده هيقوي الفقرات، العضلات اللي حوالين الفقرات بتاعه الرقبه. أوكي. هتفرق معاكي جدا، لان دي لو حد بيشتكي من الموضوع ده وراح لدكتور علاج طبيعي هيبقى دي التمارين بتاعته، وهو عارف كويس قوي ان هو ده اللي احنا عاوزينه. اوكي، فعارفين ان التمارين دي مهمه جدا. ده كده الاسترتش بتاع الرقبه. الكتاف بقى والظهر والحاجات دي كلها، الناس اللي بتقعد على مكتب طول نهار رمضان وبيحصل ان ده كله بيحصل له انقباض. اوكي، فبنعمله ستريتشز. ستريتشز دي اللي هي ازاي؟ احنا ممكن واحنا واقفين عادي نمسك اي طرف اي حاجه ونبدا نزق بسيط، فبيحصل ان العضله ديت بتوسع. بيحصل لها ستريتشنج. اوكي،
ده بسبب ان ده كمان حصل له اصلا ستريتشنج، فاحنا المفروض بنضغط عليه ونعمل له كونتراكشن اللي هو نقفل على العضله اكتر. اوكي فبنلعب نعمل كده. بنلعب كده ان بنعمل 20 عده مثلا 3 مرات. انا عملت كده دلوقتي حاسه ان ارتحت. ارتحتي بالظبط والله. عكس بكتير ان في ناس كتير قوي فاكره ان لو عشان ظهرها او الحته دي عندها اتب او عندها مشاكل في الظهر والكتف بيحصل ان هما بيروحوا الجيم وبيقولوا هنلعب شست كتير. لا ده غلط طبعا. ده اوحش حاجه في الدنيا. أوكي. انت كده بتخلي ان العضله اللي قدام دي تقفل اكتر. أوكي. هي اوريدي عاملها كونتراكشن فراحه الجيم عاملها كونتراكشن زياده، فبليز بلاش تعملوا الموضوع ده. اوكي فنعمل له ستريتش ونروح نلعب ظهر وكتف خلفي بس كده. الله شايفين الموضوع بسيط سهل ازاي؟ والله بسيطه. وانا بالنسبه لي كمان ما ينفعش خالص اي حد عنده اي مشاكل، يعني انتوا لو بتخسوا عادي ماشي يروحوا الجيم يلعبوا على تريد ميل مش عارفه ايه الكلام ده، لكن انتوا عندكم مشاكل في ظهركم في جسمكم عندكم فعلا مشكله ما ينفعش تروحوا تتمرنوا لوحدكم، لازم معاكم بيرسونال ترينر يبقى بيقول لكم تعملوا ايه عشان ما تعملوش حاجه تاثر بطريقه سلبيه اكتر. يعني انتوا ممكن تروحوا على اساس انتوا عايزين تخفوا فتتعبوا اكتر. دي حقيقه. يعني انا قعدت فتره كبيره قوي بعد الولاده انا ركبتي وجعاني. ركبتي وجعاني جدا، ما اعرفش بقى حمل بطني وقت الحمل مش عارفه، فكنت بلعب سكوات كتير 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 علشان احرك رجلي، ولقيت ان لا لما سالت ندى قالت لا انت كده غلط خالص انت بتهلكي المفصل نفسه. صح بالظبط. ده حاجه اسمها اوفر يوزنج بيحصل لما بنلعب على نفس العضله حاجات كذا مره او كل يوم. أوكي. ده اللي بشوفه برده في الجيم، ناس كتير عندها المنطقه دي عايزه تنزل فيروحوا يلعبوا رجل كل يوم كل يوم فتكبر اكتر. مش بس تكبر اكتر او لا هو الفكره كلها ناس بتيجي تشتكي انا ركبتي وجعاني انا مفصل الحوض وجعاني، طب ده بسببه ايه؟ كان بالظبط اسبوعك كده عماله تعملي فيه كده كل يوم كل يوم، فالمفصل نفسه هيدعم. طبعا صح. وغير كده ان العضلات اللي حوالين المفصل ده انت كل ما بتقطعيها ما بترجعش تلم تاني. اوكي اللي هو الريكفر ما كملش بالنوم والاكل وان انت تريحي. فلا اللي هتلعبي تمرينه رجل ممكن تلعبي تمرينه رجل النهارده مثلا تريحي يومين وبعد كده ترجعي تاني تلعبيها. اوكي بس اهم حاجه تبقى قويه شويه تمرينه الرجل. لان في ناس انا عندي واحده كان هي دلوقتي قاعده في السعوديه بتقول لي يا كوتش انا كل الناس ماشيه غلط معايا، انا بمشي نفس طريقتك وبلعب بنفس اللي انت قلتي لي عليه وبخس دهون وبزيد عضلات، الناس اللي حواليا بيلعبوا شايفاهم بيلعبوا كويس قوي بس اللي بيحصل ان هم بينزلوا عضلات وبيطلعوا دهون او بينزلوا الاثنين مع بعض، ده سببه ايه؟ ايه بقى؟ تخيلي بقى احنا قعدنا ندور مع بعض ايه السبب. اللي حصل ان الناس دي بتلعب اكتر من 4 ساعات في اليوم. 4 ساعات في كلاس مش عارفه ايه شغال فيلا نروح الكلاس ده، في كلاس تاني هيبدا انا بحبه فيروحوا الكلاس اللي بعده. طب وازاي بيزيدوا دهون بقى؟ بيحصل ان الجسم بدل ما ياخد مخزون الطاقه بتاعته من الدهون نفسها او الفاتس بيحصل ان هو ياخدها من المسلز. اوكي وبيروحوا ياكلوا طبيعي ما احنا جعانين. بياكلوا بقى غلط، بياكلوا اكتر من المعدل الطبيعي بتاعهم هم مش حاسين فبيزيدوا كمان دهون. اوكي وممكن يقلوا الاثنين مع بعض. او بيبقى سببه برضو ان الناس بتلعب على حاجه مش صح، مش هي اللي محتاجاها، بتلعب باوزان مش بتاعتها اصلا، هي محتاجه حاجه معينه وهي بتاوفر الوزن عشان تخس اسرع. بالظبط. اوكي قاعده بتحط ويت مثلا 10 كيلو وهي تقدر تشيل 20 تلعب بيه ايه 15 وعماله تلعب وتهزر وتتكلم مع دي وتريح وتتكلم مع دي وتريح، فانت كده ما استفدتيش باي حاجه غير ان انت اجهدتي نفسك ضيعتي العضلات اللي انت عاوزاها وراحت اكلي كمان. والله بيجمعوا بعض وبياكلوا بعض. ايوه طبعا انا ماما دايما كانت تقول لي ايه؟ تقول لي بصي اتمرني التمرين اللي انت عايزاها واول ساعه بعد التمرين كلي كل نفسك فيها تحرق، وانا كنت بصدقها وكنت بطلع بقى من الجيم اكل اكل ما ينفعش اكله ما ينفعش. لا طبعا غلط. اوكي الجيم كالسي عايزه تاكلي بعد الجيم ممكن تاخديها بعد الجيم بساعه ونص مثلا او ساعه او على حسب هدفك اصلا، يعني انت مثلا عايزه تزيدي الزوادي موسلز بتاعتك فلا ممكن تاكلي بروتين بعد التمرين على طول. اوكي لانك اوريدي واكله قبل التمرين برضو حاجات فيها كارب او فيها اي حاجه معقده دهون كارب معقد علشان تقدري تلعبي وتتمرني كويس. اوكي الريحه ايه؟ انت حاسه الريحه حلوه؟ الريحه حلوه قوي. طب بصي بقى الرز شكله بقى حلو قوي، انا بحب قوي الخضار لما بيطلع كده من فوق الوش شكله حلو قوي. انا عايزه اقول لك الرز خلاص استوى اصلا وشايفه ان الموضوع مش صعب وهيلثي
بالزبط. يعني الموضوع بجد طعمه حلو، بتاكلي كل حاجة، مش اللي هو مسلوق يعني، مش مسلوق عادي ما فيهاش مشكلة، بس أيوة. كمية قليلة منه بالظبط. اللحمة نفس القصة فيها فاتس، يعني مثلا ناكل هنا مثلا 6 معالق رز. هو برضو كل واحد على حسب، على حسب أوه. جسمك انت محتاجة كام كالوري في اليوم. اوكي طيب أوه. بصي اللحمة عملت صوص فظيع تحفة. انا اصلا بحب قوي جعانه قوي، وانا كمان جعانه قوي مش عارفه نعمل ايه بصراحه. بحب قوي كميه البصل اللي بنحطها في الحاجه، بس بتعمل صوص مش طبيعي ازاي. دي حقيقه حلوه قوي بصراحه، هي والفلفل الاسود والبهارات اللي هي الصحيحه اللي هي ورق اللوري. انا بحب اكتر البهارات الصريحه، الصحيحه الصريحه. ايوه وصريحه برضو يعني صح جدا، تنفع اكتر من الباودر. مش عارفه ليه بحس ان بتدي طعم مختلف، بتدي طعم فعلا، ولما بتتشوح كده في الاول. ايوه طب يعني بقيت ست بيت قوي. ازاي اصلا ازاي تبقي بيرسونال ترينر وبتحبي الاكل قوي كده؟ ما انا بحبه، هو الواحد برضو ما يقدرش يعيش من غير اكل، ما هو ده جزء من حياتك اكيد طبيعي. انت بتبقي طول اليوم في المطبخ عشان تعملي في الاخر اكله انت تستمتعي بيها. ايوه صح. فاكلها بس صح علشان جسمي يستفيد، وعشان اقدر اكمل حياتي عشان ما بقاش تعبانه من اي حاجه. وخلي بالك قله الاكل برضو اللي احنا يعني انا ممكن يجيلي اكتئاب، لو انا خلاص بقى انا مش عارفه اكل اللي انا عايزاه، فخلاص انا عندي اكتئاب، انا متضايقه، انا بفكر اغرف الرز بقى عشان هو شكله يلا بينا جدا. طب قولي لي بقى، انت لو عايزه تعملي حاجه حلوه في رمضان ديزرت بقى. بصي المعلومه ديت مهمه جدا. الديزرت الناس كتيره مش عارفه ان لازم تاكلها بعد الوجبه الاساسيه. طبعا ما ينفعش قبل، مش قبل، لا مش بعد الوجبه، مش بعد الفطار بشويه. بعد يعني الغداء، لا بعد الفطار اللي هو اللي احنا هنفطره في رمضان، فطار رمضان بس. بعديها على طول، مش بعديها بشويه، يعني مش بعد ساعتين ثلاثه ناكل الحلو بقى. أوكي. احنا الانسولين رفع في الفطار، ريحنا شويه، الانسولين بدا ينزل والجروس هرمون عالي، فكلنا تاني فالهوب الانسولين تاني عالي. اوكي فاحنا كده بنبوظ جسمنا حرفيا. يعني انت عايزاه تبقى وجبه متكامله، انت بتاكلي الشوربه والسلطه والبروتين، وبعد كده الكاربز اللي هو النسبه بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، وبناكل بعدها الحلو من ضمن الوجبه بتاعتنا. بالظبط. اوكي الانسولين نستغله، بما ان هو رفع نخليه مرفوع وخلاص. اوكي بس اللي ممكن ناكله بقى الحلو، في عارفين الكنافه حطي عليها معلقه سمنه اللي هي الزبده الطبيعي، وحمصيها كده في تحت الشوايه، ماشي، في الفرن. حطيها في بوله او في كوبايه مثلا، حطي عليها زبادي يوناني، ممكن نحليه بسكر ستيفيا، ونجيب كام بلحيه كده نخلطهم في الخلاط. أوكي. مع ميه سخنه يعمل لك سيرب كده زي الكراميل بالظبط. اوكي بجد بيبقى طعمه حلو قوي. ونحط موز او تحطي فراوله، الحاجات اللي هي كالوريز بتاعتها قليله، وتحطي من فوق الصوص ده. ده تحفه بجد، التحفه. واصلا حاسه ان هي مش اللي هو حاجه صحيه رخمه، لا خالص والله. ايه الكنافه كناها، والزبادي اللي هو بدل الحاجات اللي هي المسكره زي الكريم شانتي او الحاجات اللي هي كاستر والحاجات دي، بتبقى مليانه كمان زيوت نباتيه. بالظبط. بنبعد عنها بقدر الامكان. اوكي طب والله يعني انا عامل واجب وزياده، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه تعملي ايه بصراحه. لا طمنتيني والله ان الدايت مش رخم ومش لا خالص والله، مش حرمان، بس هي الفكره تظبيطه، وانك تاكلي امتى وما تاكليش امتى. اوكي والتمرين والحركه، يعني احنا واقفين اهو، عملتي ستريتش؟ لا بقول لك ما عملتيش ستريتش. ما عملتش بصراحه. ممكن عادي نعمل ستريتش واحنا واقفين. ايوه صح، نحرك ظهرنا لورا. وانت واقفه اعملي ستريتش كده، ستريتش كده. اوكي للتشست، كل ده لو عملناه كل يوم هيبقى عاده، هيبقى صح. الموضوع بالنسبه لك سهل خلاص. انت وبعدين انا مثلا انا مش بشتكي خلاص من رقبتي اللي وقفت او ظهري اللي قفز، كل بقى فيه مرونه في العضلات. صح بالظبط، هيحصل لك مرونه حلوه قوي في العضلات. انا اصلا يعني بصي، انا دلوقتي مثلا احنا عشان قاعدين بنتكلم مع بعض، عشان قاعدين بنتكلم مع بعض، فانا حاسه ان احنا لما الرز بيستوي واللحمه مش عارفه بيحصل لها ايه وكده، فانا مشغوله بالكلام معاكي. حاسه ان انا لو واقفه لوحدي في المطبخ مستنيه الحاجات دي تستوي، عايزاكي تفتكري بقى. جدا بدل ما امسك الموبايل واقعد اقلب، لا اقعد اعمل اي حاجه في جسمي، اعمل حاجه في رقبتي في كتافي، عشان بجد يعني وقفه المطبخ دي اصلا لوحدها صعبه. قعده المكاتب صعبه قوي، كميه الناس اللي بتشتكي وهي بتقعد على مكتب بتشتغل كل يوم شغل روتيني. لا لازم يعملوا رياضه، لازم يعملوا اي تمارين عشان ما يجيلهمش اسمها ايه
تصلب في العضلات اسمها كده ولا اللي هو بيبقى ولا. لا في حاجه اسمها لاكتيك اسيد كده بتتكون اللي هو الدم بيبقى مت في حته واحده بسبب قله الحركه فاللاكتيك اسيد بيتجمع فيها فبيعمل لنا الالتهاب او الوجع اللي هو ما بنبقاش قادرين نحركه اللي هو تيبس عضلات. انا الوجع ده على طول عندي بعد من بعد الولاده بسبب الرضاعه على طول. مهم قوي تعملي الاسترتشز ديت بجد هتفرق معاكي وهتدعي لي والله. لا بجد انا هعمل كده والله. لو رحتي لاي دكتور حتى هيقول لك نفس الاسترتشز ديت بس يعني مش لازم نوصل للدكتور. اه لا ليه نوصل للدكتور الموضوع ممكن يبقى من كده بجد. اه فعلا يبقى مرموم. لا 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 ما تقلقيش انا خلاص انا يعني يعني اولا همسك نفسي شويه عن الحلويات والاكل وكميه الكاربز الرهيبه اللي احنا بناكلها وفي نفس الوقت بقى هتمرن لازم. هننزل نتمرن اخيرا هننزل نتمرن اخيرا. ده وعد يعني ربنا يستر ما ان شاء الله قدو هتبقى قدو ان شاء الله. طب قولي لي بقى يعني ايه رايك في الطبق الخطير ده؟ مش ممكن خطير يعني. هو بصراحه وصفه ندر هي اللي قالت على السلطه وقالت على الطبق ده سلطه فيها كل المكونات اللي احنا عايزينها فيها كالسيوم اللي هو الزبادي وفيها مايونيز لايت ده طبعا مش لازم نحطه قوي اصلا بالنسبه لي. يعني هو الزبادي اصلا كفايه هو بيعمل صوص حلو بالظبط. نحط عليه مثلا زيت زيتون ليمون ملح فلفل خلاص هو عمل دريسنج لذيذ قوي. والخضار اللي احنا عملناه والطبق الخطير ده لحمه بجد احنا شوحناها بزيت زيتون قليل قوي رز نفس الكلام فانا بالنسبه لي الاكل صحي وحلو وطعمه حلو وشكله حلو فبرافو عليكي وكل حاجه فيه يعني بجد انا ما حرمتش نفسي من حاجه اكلت الرز وكلت اللحمه بس امي يعني مش هناكل طبعا الطبق ده كله. لا طبعا الطبق يعني ده بس علشان ايه ابهرك وابهر الناس اللي بتتفرج علينا بس انا اكيد مش هاكل الطبق ده كله. واهم حاجه الكارب يبقى اقل من تلت الوجبه بتاعتك أوكي. يعني لو الطبق كده مثلا هنحط الكارب اهو البروتين اكبر شويه السلطه والخضار والحاجات دي كلها عشان تملى البطن اكتر بالظبط. وخلي دايما اخر حاجه في الاكل هو الكارب يعني لاني اوريدي لو مع الخضار والسلطه والحاجات دي هبقى شبعت فمش هاكل كميه كاربس كتير بالظبط. شفت انا خدت بالك انا مذاكره كويس جدا. ندى انت بجد نورتيني النهارده. انا مبسوطه قوي كنت معاكي والله وانا كمان وحاسه ان الحلقه خلصت بسرعه قوي جدا. ان شاء الله تبقي معايا اكتر وتقولي لهم يعني تقولي للناس اللي بتتفرج علينا حاجات تفيدهم اكتر واكتر ان شاء الله مش بس في رمضان بعدين بقى على طول. اكيد نورتيني ورمضان كريم عليكي كل سنه طيبه. ويا رب الاكل يكون عجبكم ويكون كلامنا مع بعض فاتكم بجد عشان كلام مهم قوي لازم تسمعوه وتنفذوا الكلام ده مش مجرد تسمعوه خلاص. استنيني بقى في حلقه جايه ان شاء الله مع ضيف امارات زي ندى كده ويفيدوك ويقول لكم معلومات حلوة قوي وعمل لكم وصفات تانية كتير حاجات حلوة ولذيذة وسهلة وتنفع كده كل يوم بالمكونات اللي عندنا في البيت. استنيني الحلقة اللي جاية وباي باي.